الصلاة جنة الروح، الصلاة حلاوة الروح، الصلاة هي الحياة، الصلاة هي الحياة، الصلاة هي الحياة، الصلاة هي الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة نور، الصلاة رحمة، الصلاة انشراح راحة، الذي يصلي في رحمة الله وفي محبة الله وفي قرب الله، والذي لا يصلي في الظلمات، في الضيق، في الضنك. الصلاة حياة، الصلاة جنة الروح، الصلاة حلاوة الروح، الصلاة هي الحياة. الذي يصلي حي، والذي لا يصلي ميت. الذي يصلي منشرح الصدر، مبتهج، سعيد. الذي لا يصلي كئيب، مظلم، ضيق الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، والله وحق إن الصلاة نور، ولولا الصلاة لكان الموت أحب إلينا من الحياة. الصلاة هي اتصال بالله، الصلاة هي راحة، هي راحة الإنسان، هي استراحته، هي روحه، هي ريحانه. الصلاة مفتاح كل خير، الصلاة مجلبة للرزق، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، شارحة للصدر، مغذية للروح. الصلاة حياة، فمن ضيعها أصبح ميتا على قيد الحياة. لا تؤجل صلاتك، فإن الله لا يؤجل وفاتك. إذا هجرت الصلاة فاعلم أن الراحة والبركة هجرت حياتك. هذه أم كانت توقظ أبناءها للصلاة، تقول لهم: قوموا للصلاة، لا نريد أن ينقص منا أحد في الجنة. وفي الختام أقول هذه المقولة: راحة البال هي حقيقة لن يفهمها تارك الصلاة. هذا، والحمد لله رب العالمين. راحة البال هي حقيقة لن يفهمها تارك الصلاة.